قطر اللي تمثلوا دولة الإمارات بالتدقيق على بلادنا، حيث أعلنت حرب، يعني شنت حرب على بلادنا من خلال مخططات إجرامية تحاول تنفيذها لزعزعة استقرار بلادنا خدمة للكيان الصهيوني، مما يطرح الإماراتية وأنهم مسكوهم. وفي الواقع العدد تاعهم مش هذاك برك العدد اللي خرج تاع ربعه، ربما اكثر، كان عندهم نوايا اكثر خطوره انهم يشوفوا كيفاش يدخلوا في مؤسساتنا كما مدارين في المغرب، وكيفاش حتى يستحوذوا على اراضي شاسعه في جنوبنا اللي هو متاخم ل